السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه. اليوم البنات الفيديو شويه معطل، ولكن غادي تسمحوا لي ضروري خصني نشارك معكم هذه الحلوه ديال العيد او حلويات العيد اللي هي المعمول اللي ضروري خص يكون تكون في الطبله ديالنا المغربيه. هنايا البنات ناجح مليون في المية، كيدوب في الفم. غادي تتبعوا المراحل وطريقه التحضير وغادي ينجح معاكم من اول تجربه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا البنات غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده او ربعه ديال الزبده، اي نوع، من الاحسن تكون حيوانيه. غادي نزيد عليها كاس وربع ديال السكر الناعم او السكر كلاصي، رشه ديال الملح، وربع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، او 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نخلطهم هكا حتى يوليو بحال بوماده كما تشوفوا. غادي نخدمهم مزيان، ضروري من هذه المرحله البنات. وغادي نزيد عليها نص كاس ديال الزيت. هنايا البنات سمحوا لي ما شاركتش المراحل من الاول، حتى بديت عاد تفكرت صراحه التصوير صافي، وغادي نتبع المراحل معاكم. هنايا غادي نزيد واحد البيضه، هنايا البيضه الدور ديالها كتعطي واحد الطراوه للعجين او المعمول، كتجي زوينه. صافي هنايا كما كتشوفوا كنخدم هاد المكونات مزيان كما كتشوفوا، كنعطيهم الوقت الكافي، ومن بعد غادي نزيد الدقيق. هنايا الدقيق البنات تقريبا ما بين 650 غرام حتى 700 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق شحال شرب لكم. صافي هنايا كما كتشوفوا كنوريكم بالصباع يدي، كنخلط غير بالصباع ديال يدي، ما تعجنوهاش، هذا سر من الاسرار، ما خصهاش تكون، خاصها تكون مرمله، ما تعجنوهاش غادي ما غاديش تكون مزيانه. هنايا كتشوفوا راه غير كنجمعها صافي، وكنخلط غير بالطرف ديال صباعي، كتشوفوا هكا غير كنهز العجينه وكنحطها. صافي كنبقى على هذه المرحله هذه حتى نجمع العجين تيتجمع معايا كما كتشوفوا. طريقه سهله، هذا هو القوام ديال العجين، ضروري يكون هكا بين وبين ما قاصحه ما رطبه. صافي هنا غادي ندوز للتمر، غادي نوجدو حتى هو عندي هذه النوعيه البنات. هنا كنوريكم هاد النوعيه راه ممتازه. عندي نص كيلو ديال التمر، العجين ديال التمر، زدت عليه معلقه صغيره ديال القرفه، وهنايا المكسرات اللوز او قرقاع او اللي عندكم زنجلان اللي بغيتو، ومعلقه كبيره ديال الزبده تكون عامره. الا ما بغيتوش ديروا هاد المكسرات المهم من الاحسن. صافي وغادي ندير واحد الخنيشه ديال الزهر ديال الزا. وهنايا العجينه البنات الا بانت لكم شويه باقا قاسحه او مجموعه، زيدوا عليها الماء ديال الزهر على حسب اي نوعيه ديال التمر استعملتو. صافي هنايا كنخلط التمر مزيان، كنخدمو مزيان، كندخل دوك المكونات، وكان كما شفتوا هنايا راه كنزيد هذا الماء الزهر باش عندي شويه العجينه ناشفه، غادي شويه نرخيها بالماء ديال الزهر. هنا كنوريكم هذه النوعيه البنات استعملوها، راه زوينه ديال دار العامري، هي احسن ماركه، ماشي اشهار ولكن كنقول لكم اللي مزيانه، احسن من هذوك القراعي الخضرين البنات ديال سميره ولا ما عرفتش شنو السميه ديالها، المهم راكم عرفتوها. المهم هاد الماركه البنات راه زوينه، استعملوها الريحه ديالها مجهده. هنا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين، خصو يكون هكا ديال التمر مرخوف شويه. صافي هنا غادي نعبروا بالنسبه للقياس ديال العجينه ديال التمر ما بين 8 حتى 10 غرام، هذا هو القياس البنات، 8 9 10 هذا هو القياس. صافي كنستمر على هاد الطريقه هادي حتى نكمل العبار. صافي هنايا كناخذ العبار في يديا صافي، وكنكمل بلا ميزان. هنايا درت واحد شويه ديال الزيت باش تعاوني شويه باش ما تبقاش تلصق ليا العجينه في يديا. صافي وكنكمل الكويرات نوجدهم باش نخدم على راحتي. طريقه سهله البنات. هنايا من بعد ما ساليتهم، بالنسبه لهنا العجينه راني حتى هي وجدتها، هنايا القياس ديالها البنات 20 غرام، هذا هو القياس. غادي تجيكم هي هذيك قد غادي يشوط يشيطوا لكم واحد جوجات ولا ثلاثه صافي ديال التمر. صافي هنا غادي نستعمل هذا الطابع، هذا الطاوه حدايا، صافي وجدت هنا كل شيء حدايا. صافي غادي نبدا نطبع. بالنسبه للطريقه راه سهله، هكا كندير
العجينة وكنحلها شوية من الوسط وكنجمع في وسطها هاد كنسدها بالعجينة. المهم حاولوا تسدوها ما تخليوهاش العجينة ديال التمر تبان كاع من الأحسن. كما كتشوفوا هاد الطريقة هادي صافي وكنطبعها بالطابع دغيا ساهل، ما كيحتاج لا دهين بالدقيق لا حتى حاجة البنات. صافي هادي الطريقة كنستمر هكا لجميع الحبات حتى نساليهم. طريقة ساهلة البنات دغيا دغيا كيوجد دغيا كنساليوه وكتكون صراحة هي المفضلة عندي عزيزة عليا بزاف. من العشاق ديال هاد الحلوة ديال التمر، انا من العشاق ديالها وعزيزة عليا كنديرها بزاف. هادي هي الطريقة البنات كنستمر هكا حتى نسالي كاع الحبات اللي عندي. هذا هو القياس ديالها البنات كما قلت لكم 20 غرام ما تفوتوهاش، ما بين 20 و 21 كاع الا كثرتو في العجينه، والعجينه ديال التمر ما بين 8 حتى 10 غرام. ما تكثروش البنات حيت الا كثرتو العجينه ديال التمر غادي تفرقع عليكم. صافي هنايا كملتها من بعد ما ساليتها كامله في الطاوه، هنايا درتها للفران ديال الغاز. بالنسبه للطيابه البنات راه ساهل، كتحطوها العافيه تكون خفيفه ما تجهدوش عليها، خليوها تطيب على خاطرها وكتاخذ هذاك اللون الموحد، كي اللون كي الفوق كي التحت كي الجناب كتجي في لون واحد. ما تحمروهاش بزاف باش خاصها تبقى شويه بيضه في اللون ديالها. هنايا درت عليها خليتها حتى بردات، ملي طيب البنات خليوها حتى تبرد، ما ديروش عليها سكر ثقيل ديك الساعه غادي يذوب. صافي ودرتو عليها هي هنايا من الفوق، صافي كنحيد هذاك الزائد ديال السكر ناعم من الفوق كما كتشوفوا. صافي وكنقاد الحبات ديالي هكايا. هنايا درت هذا الشكل ديال الوريضه حتى هو صراحه عجبني هذا الشكل، هذا جاني شويه بلدي وخليته. هذا هو الشكل النهائي، هكا كيجيو البنات كما قلت لكم تتاخذ واحد اللون موحد. كما كتشوفوا البنات راه ما كتفرقع ما كتشقق، راه ناجحه في 100%. غير تبعوا المراحل، والفران كما قلت لكم نقصوا عليه بزاف وخليوها تطيب على خاطرها. تديروها من الفوق هو الاول بالنسبه للفران ديال الغاز، من الفوق هو الاول عاد تهبطوها لتحت. هنايا البنات على حسب الجو او الفران ديال كل وحده تقدر تشقق لكم واحد شويه، ولكن ما تخافوش راه ملي ديروا عليها السكر ثقيل او سكر كلاصي راه كيتخباو دوك الشقيقات ما كيبانوش. هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجبكم البنات وتجربوها. ما تنساوش البنات اللي جربتها تخليها لي في لي كومونتير. كنتمنى يعجبكم الفيديو وبسلام عليكم، نطلقوا فيديو جديد ان شاء الله.